هذه شخصيه محترمه. ما انت ممكن تبقى اخين، واحد ابيض واحد اسود، او واحد اهلاوي واحد زملكاوي، مش معنى ان هناك في قصور من بني ادم او بينتمي. وبعدين عايز اقول لك حاجه، سياده الفريق ده يعني حاجه، شخصيه محترمه، شخصيه محترمه، وخالد شخصيه محترمه الحقيقه كلهم. انا بتكلم على سياده الفريق، ما بتكلمش على خالد، انا بتكلم على هذا الانتماء للاسم الكبير. سياده الفريق شخصيه نادره من شخصيات، يعني احنا تربينا على دي، يعني سياده الفريق ده حاجه، يعني صالح سليم وسياده الفريق وكمال بيحافظ وامين بشعير، ناس كنت تتخض لما تقف قصادهم يا سيف، يعني تضرب تعظيم سلام، كلهم كلهم رموز، لكن في الاخر كلهم ولاد النادي الاهلي طبعا، لهم كل الاحترام، واحنا عايزين اللي يخدم النادي الاهلي. الموضوع بقى المحير استاذ وليد الفيل. الاستاذ وليد من ضمن الاخطاب المعارضه، الاخطاب المعارضه التقال، اللي ما بيتكلمش غير ورق في ايده، اللي ليه مواقف ثابته طول عمره. الحقيقه ما اعرفوش، انا اعرف ان هو من الشخصيات المحترمه داخل. انا بقول لك، انا بقول لك الشخصيه دي انضمامه هنا ايه؟ انضمامه لعدم وجوده في مجموعه محمود طاهر، وهم اثروا عليه انك انت ما تبقاش لوحدك وتعالى معانا في المجموعه. قال لهم انا ضدكم وانا مش معاكم، قال لهم مالناش دعوه، ودي حاجه تحترم في نفس الوقت، يعني انا ضدهم مختلف معاهم، لكن دي حاجه محترمه انك انت قال انا مش معاك، لكن تعالى ومفيش مشاكل، اعمل قول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه. لكن انا شايف شريف على الشاشه هو بيجيب حضرتك الفنانتين، استاذ ابراهيم معلم معاه كابتن محرم الراغب، استاذ طارق قنديل. انا بقى ده محرم الراغب اللي علامه استفهام جاي لحضرتك، بس نكمل. دكتور محمد شوقي، كابتن سيد صادق، استاذ هاني موسى، استاذ محمد الجرحي، استاذ وليد الفيل، والعضويه تحت 35 شيرين منصور، محمد سراج، محمد المغربي، الكابتن محمود طاهر، الدكتور احمد سعيد مرشح نائب الرئيس، كامل زاهر مرشح امين الصندوق، وفي العضويه كابتن طاهر الشيخ، حاج محمد عبد الوهاب، استاذ ابراهيم الكفراوي، استاذ عماد وحيد تحت السن، رمضان شرش، مهند مجدي، محمد جمال هلال، هشام فاروق. هشام فاروق ده اخو العمري فاروق، هشام فاروق العمري، هشام فاروق العمري. يعني ده اربعه، هيختار ثلاثه، يعني هنا بيلعب ناقص واحد. هنا قائمه استاذ ابراهيم معلم يعني مقفوله، اكتملت خلاص. استاذ محرم الراغب، انا ضد محرم الراغب تماما، لان المواضيع الناس عارفه انا بتكلم في ايه، وابراهيم العالم ما كانش عايز محرم الراغب نائب الرئيس. وحصلت اتصال عن طريق صديق عزيز بيني وبينه، وقلت ده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ما ينفعش يبقى نائب رئيس، يعني بمعنى اصح كفايه. كفايه كل الاحترام للاستاذ محرم الراغب. اخر سؤال لحضرتك، كلمه انا فاضل لي، انا خلاص وقتي انتهى، كلمه حضرتك تقولها للكابتن طاهر ابو زيد. كابتن طاهر انا بحييه على مواقفه، وهو راجل، وزي ما قلت عليه طاهر ابو زيد السيسي بتاع الرياضه. كلمه حضرتك تقولها للمستشار خالد زين. استاذ خالد زين، بلدنا اهم من الكراسي واهم من المناصب، وما ينفعش واحد بحجم خالد زين يطلع يقول الكلام ده لألف في التلفزيون. نتمنى لهم كلهم التوفيق، وان شاء الله يقعدوا مع بعض، وان شاء الله الامور تبقى كويسه. تقول حاجه حضرتك لميدو قبل ما نقفل؟ ميدو بقول له متشكر جدا وبالتوفيق بكره، ونفرح بيك، ونفرح بالنادي، كل سنه وانت طيب، ونفرح بيك بكره ان شاء الله، ونفرح بنادي الزمالك باذن الله. كابتن مصطفى شرفتني ونورتني دايما، وان شاء الله باذن الله من تالق لتالق. خلصنا حلقتنا النهارده مع نجمنا الكابتن مصطفى يونس، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر ونجم الاعلام الاول. استنوني بكره.